opinion it's a very important interesting project because عملنا في هذا المشروع على التدريب في دعم التعليم الاندماجي والتدريب الفني بكل فروعه التي يحتاجها التعليم الإدراكي، وأيضا نعمل على الربط بين اللجنة العلمية السورية التي شكلناها أيضا مع اللجنة العلمية الإيطالية بشأن تحليل كل المعطيات التي تتعلق بالتعليم الشامل والاندماجي لرعاية ذوي الإعاقة. المشروع ابتدأ بمجموعة من المنصات ضمت مجموعة كبيرة من الأشخاص المحيطين بالشخص المعاق لنعرف وين المشكلة وين الخلل بعملية الدمج بنهاية الأمر. فكانت المنصات هي عبارة عن الأهالي، عبارة عن الأطباء، عبارة عن الأستاذ، عبارة عن المدير، عبارة عن الجمعيات الأهلية اللي هي بتقدم له خدمات. فكل من طرفه قدم المشكلات اللي عنده، بالتالي طلع عنا مجموعة كبيرة من المشكلات، عملناها شجرة مشكلات. هذه الشجرة تكون بعدين عنا مجموعة علمية من الأشخاص الخبراء الموجودين بالمشروع العاملين على المشروع. مقابلها كان في لجنة علمية إيطالية موجودة، كنا نتبادل خبراتهم بحلول للمشكلات اللي نحن طرحناها عبر هاي الشجرة اللي نحن شكلناها. المشروع بيندرج ضمن مشاريع كتير انعملت لتقييم واقع الإعاقة لبعض حالات مشان نشوف كيف ممكن نحط خطط لتحسين هذا الواقع. طبعا ميزة المشروع انه في عدة جهات مشاركة، قليلا نلاقي مشروع مشارك فيه المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بصفته جهة رسمية بالدولة، إضافة لمنظمة اليونيسف اللي هي وكالة دولية بالأمم المتحدة، إضافة لجمعية هي أرماديلا اللي هي منظمة غير حكومية إيطالية دولية، إضافة لجمعية محلية اللي هي زهرة البدائل مثل ما بتعرف. هلأ تشارك كل هالجهود هدول مع بعض لحتى نتبادل الخبرات لنوصل بأفضل الطرق لتحسين واقع الأطفال ذوي الإعاقة.